صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمقابر قال: هنا اثنان يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والثاني كان لا يستنزه من بوله. إلى هذه الدرجة هذه المسألة مهمة في غاية الأهمية. أنا سأتناول الحديث رقم 152 من خلال ثلاثة زوايا، بس عايز حضراتكم تسمعوني الصلاة على الحبيب. كم زاوية يا أخوانا؟ ثلاث زوايا، وركز معايا أو الله يبارك لك. الزاوية الأولى المناسبة، لأنه المرة اللي فاتت كان حمل الماء إلى الإيه؟ إلى الاستنجاء، والمرة دي حمل العنزة مع الإيه؟ احنا دخل معانا في الخط ايه دلوقتي؟ عنزة. هنشوف ايه حكاية العنزة دي دلوقتي. صليتوا على سيدنا النبي. اذن النقطة الاولى هي ماذا؟ المناسبة. النقطة الثانية ايها الاحباب، انا سميتها الضيف الجديد، الضيف الايه؟ الجديد. ليه؟ لان انا بقالي فترة لا اعرج على سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مرة كنا نقف مع واحد اما من الصحابة او من الايه؟ او من التابعين. لأنه من الذي نقل لنا سنة النبي؟ صحابة رسول الله. ومن العار ألا يعرف المسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يعد علينا اسم من أسماء الصحابة ولا اسم من أصحاب التابعين ما احناش عارفين عنه حاجة، أنا يعني أود وأحب أن أعرف الناس عن هؤلاء القوم السادة الأكارم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. يعني في هذا الدرس سنعرج على ضيف جديد، ولن نطيل، يعني في جمل سريعة كده هعرف حضراتكم على واحد من أكابر المسلمين، واحد من يعني أجلاء السلف الصالح، واحد من التابعين الذين نقلوا السنة عن من؟ عن الصحابة. والضيف الجديد النهاردة واحد من تلامذة سيدنا أنس بن مالك. واحد من تلامذة مين؟ سيدنا أنس بن مالك. ليه؟ لأن أنس بن مالك هو الذي روى لنا حديث رقم 152 في صحيح الإيه؟ في صحيح البخاري. إذن تلميذه الذي أخذ عنه هو ده الضيف الجديد اللي هنتعرف عليه كده في خطوة واحدة في جملتين ثلاثة وإحنا ومشين لنشرح هذا الإيه؟ هذا الحديث. إلى كم زاوية سنتحدث؟ ثلاثة. الأولى المناسبة، الثانية الضيف الجديد. انتوا مستعدين نضيف الرجل عندنا ولا ما انتوا بخلة ولا منايفة ولا حكايتكم؟ ها وقعنا فين احنا؟ حاضر، لا ما قلناهاش لسه، احنا هنقول هنقولها خلاص. حلو ان انت جيت وعايز تعرف يعني. صل على سيدك المصطفى. النقطة الثالثة العنزة وسر اصطحابها. ايه؟ العنزة وسر اصطحابها. ليه بياخد العنزة معاه وهو رايح يستنجي؟ هل هي علاقة العنزة بالاستنجاء؟ ما هو انت عايزك تركز معايا عشان الموضوع مهم جدا جدا وجديد قوي، وفيه خمس حقائق. في كم حقيقة او خمس علل لاصطحاب العنزة معه في الاستنجاء صلى الله عليه وسلم. كان بيصطحب العنزة معه عشان كم سبب؟ قيل علشان خمس اسباب. كم سبب؟ خمس اسباب. تعالوا بقى ناخد الموضوع كده ستيب باي ستيب، ولا انتم مستعجلين؟ ها طب المستعجل يصلي على النبي. خد كلهم مستعجلين يا عم. اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الاستنجاء بالماء ده الباب اللي فات، واتكلمنا عن حقائق حول المياه وأنها أقدم ما خلق الله، صحيح؟ وأن الله جعل من الماء كل شيء حي، صحيح؟ طيب، ثم تكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أهمية الاستنجاء بالماء، حتى لو جعلت إنسانا يأتيك بالماء إلى مكان الخلاء كان أنس بن مالك ومعه الغلمان ياخدوا معهم المية يودوها لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه بقى علاقة الكلام ده بالعنزة؟ قال لك أيوة، لابد وأن يجعل الإنسان مكان الخلاء أكثر الأماكن خصوصية، لا يرى فيه ولا يسمع، لما فيه من انتهاك خصوصية الإنسان. لا يرى فيه ولا إيه؟ ولا يسمع. طب أنا فهمت المناسبة دي إزاي؟ هي الحقيقة المناسبة دي مش تبقى واضحة جدا في ذهننا إلا لما نفهم إيه قصة العنزة والموضوع ده مش إزاي، وحضرة النبي كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام. أنت حضرتك معنا ولا إيه؟ طب صل على حبيبك المصطفى. يا جماعة مكان الخلاء أكثر الأماكن إيه؟ خصوصية. عشان كده وانت رايح سيدنا النبي علمنا أذكار معينة نقولها وإحنا داخلين الإيه؟
الخلاء، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في صحيح البخاري وإحنا ماشيين. أنا عايزك بس تاخد بالك معايا، هذا المكان مكان إيه؟ في غاية الإيه؟ الخصوصية. طيب هي إيه الحكاية وإيه الحديث عشان ناخد معانا الضيف الجديد ونعرف اسمه إيه؟ قال لك باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا، طبعا قال حدثنا بالإسناد المتصل، حضراتكم عارفين قصة الإسناد خلاص صحيح ولا نسيتوها؟ ها، بالأسانيد إلى الإمام البخاري إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. عمرك سمعت عن واحد يا أستاذنا اسمه عطاء بن أبي ميمونة؟ مين الرجل ده؟ هذا هو الضيف الجديد، تعالوا لنستنشق موقف من سيرته بس نعرف مين الرجل ده، تلميذ مين عطاء بن أبي ميمونة ده؟ عن أنس بن مالك. مين أنس بن مالك؟ خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة. أنس بن مالك بياخد معاه واحد تاني وبيشيلوا معاهم بؤجة مية كده رايحين بها لمين؟ لسيدنا النبي، ومعاهم إيه مع المية؟ عنزة أهو. قال إداوة من ماء وإيه؟ وعنزة. هم الحاجات دي بناخدها نوديها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. استنجي بالماء. قال تابعه النضر وشاذان عن شعبة والعنزة عصا عليه زج. لسه ما فهمتش برضو إيه العنزة دي، هقولها لحضرتك بالتفصيل بعد شوية. بس مين عطاء ابن أبي ميمونة؟ حقيقة أنا عايز أخد بس مشهد واحد مناسب للأيام التي نعيشها وللحدث الذي ملأ ضجيجه أركان الكرة الأرضية. هذا الحدث الذي نشاهده كل يوم في غزة أقصد، وهذا الظلم الفاحش من بني صهيون لبني جلدتنا من المسلمين، يموتون بالمئات كل يوم يدهسونهم دهسا، والله سبحانه وتعالى راد كيد الكائدين في نحورهم. قولوا أمين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. أنا هاخد بس مشهد واحد، مشهد واحد من حياة عطاء ابن أبي ميمونة. الأول حضرتك تاخد بالك إن عطاء ابن أبي ميمونة ده مولى أنس ابن مالك. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني حر ولا عبد؟ مولى، مولى يبقى عبد، مولى أنس ابن مالك يبقى إيه؟ عبد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رفع قدره في الناس. ليه؟ للعلم ولا للنسب؟ للعلم. ثم اعتقه أنس بن مالك. أيوة اعتقه أنس بن مالك، لكن في أصله هو ماذا يا مشايخ؟ أنا عايز أوصل رسالة وهي إيه؟ أن الله يرفع العبد بالعلم الشرعي ولو كان وضيع النسب. إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويخفض به إيه؟ آخرين. عطاء ابن أبي ميمونة تربى في المدينة المنورة، حافظ العلم عن أنس بن مالك وروى عن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة، وله في صحيح البخاري أحاديث. عطاء ابن أبي ميمونة مر على جسد سعيد بن جبير، ده كان صاحبه يا أخواننا وزميله. مين سعيد بن جبير؟ من التابعين برضه. سعيد بن جبير من الذي قتله؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. لاحظ وجه الشبه بين ما سأحكيه من مشهد حياة عطاء وما يحدث في زماننا. من الذي قتل سعيد بن جبير؟ الحجاج. من كان ظالما ومن كان مظلوما؟ الحجاج. ملأ الأرض ظلما والمظلوم في هذه الحكاية مين؟ سيدنا سعيد بن جبير. قتله وألقى جثمانه، فلما مر عليه صاحبه ورفيق دربه وأخوه في طلب العلم مسلم زيه يا أخي ومظلوم، نظر في وجه صاحبه وبكى. شوف احنا كام واحد من بني جلدتنا يقتلون ونتفرج عليهم على قناة الجزيرة كل يوم، الجزيرة والعربي والبي بي سي ومعرفش ايه والقنوات كلها قاعدين، وعلى اليوتيوب وعلى تيك توك وكله كله كله عمال بنعمل ايه؟ نتفرج على يا راجل. ده انا امبارح اهو، امبارح الصبح الجماعة اللي نجوا من القصف بيلملموا قطع لحمة كده متقطعة من الشعب، بيلموها في أكياس وروحوا يدفنوها. من يوافق بهذا الظلم يا سادة؟ سألوا الله أن يرفع هذا الظلم عن ديار المسلمين وأن يرد هؤلاء ردا يعني يرينا فيه عجائب قدرته. سيدنا عطاء بن أبي ميمونة بص في وش صاحبه اللي قتلوا مين؟
قتلوا الحجاج، فقال قال عطاء: فرفعت عيني إلى السماء وقلت: يا رب، ركز معايا، يا رب، حلمك على الظالمين أوجع قلوب المظلومين. إيه رأيكم؟ صح ولا لا؟ حلمك على الإيه؟ طب بالله عليك، هو ربنا مش شايفهم بيعملوا كده في الغزاويين ولا مش شايف؟ قادر عليهم ولا مش قادر؟ فماذا فعل حليم؟ حلمك على الظالمين أوجع قلوب المظلومين. قال: ومكست وقتا أبكي. بيبكي على إيه سيدنا عطاء بن أبي ميمونة؟ بيبكي على صاحبه الفقير المظلوم اللي اتقتل، يا عيني، غدر وظلم. وكان سعيد قبل أن يقتل يقول: اللهم لا تسلط هذا الظالم على أحد يقتله بعدي. عشان كده الحجاج كان يقول إيه: مالي والابن جبير، مالي والابن جبير، ولم يقتل أحدا بعد سعيد بن جبير. فاللهم يا ربنا لا تسلط هؤلاء الظالمين على أحد بعد أهل غزة، يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اخفس بهم الأرض يا رب العالمين. شوف وجه الشبه إزاي. ده اسمه الرجل اللي خلانا نتكلم الكلام ده كله، عطاء ابن أبي ميمونة، تلميذ مين؟ أنس ابن مالك. قال: يا رب، اسمع الكلام العجيب، يا رب حلمك على الظالمين، يقصد مين؟ يقصد الحجاج، أوجع قلوب مين؟ المظلومين. ما أنا شفت أخويا مقتول أهو، مش قادر أعمل حاجة، أنا مش قادر أعمل حاجة. أنا لسه بكلم واحد من الأكابر في البلد، بقول له: يا أستاذنا أنت يا عمنا بالله عليك، يعني، قال: والله ما في إيدينا إلا الدعاء والتبرع، ما فيش في إيدينا أكتر من كده، بس ندعي بس من قلبنا، يا ربنا ينصر المظلومين يا رب، اللهم آمين. المهم، قال عطاء: فمكست عند جثمانه إيه؟ أبكي، ثم انطلقت إلى البيت مهموما محزونا. هل يقدر يقف في وش الحجاج؟ ما يقدرش. يعمل له ايه؟ اللهم يا رب حلمك على الظالمين اوجع قلوب من المظلومين. قال: فذهبت الى البيت فنمت من الكمد والحزن. نمت من الكمد والايه؟ والحزن. فلما نمت اريت في منامي، خذوا بالكم يا اخوانا، الله اكبر الله اكبر، قال: اريت في منامي كاني ادخلت الجنه، فرأيت فيها قصورا تتلألأ لم أرى لها نظيرا قط. تاني فوجدت فيها قصورا إيه؟ تتلألأ لم أرى لها نظيرا قط. قال: فلما دهشت، إيه العظمة دي، إذ بي أنادى: يا عطاء ابن أبي ميمونة. قلت: لبيك. هو سمع إيه؟ ملاك بينادي. قال: قلت لبيك. أيوة. قال لي: يا عطاء ابن أبي ميمونة. قال: قلت لبيك. قال: حلمه على الظالمين هو الذي بلغ المظلومين ما ترى من الجنان. حلمه على إيه؟ على المظلومين. حلمه على الظالمين هو الذي بلغ مين؟ المظلومين ما ترى من الإيه؟ من الجنان. يعني يا جماعة، يعني وإن ظلموا، الدنيا ليست هي نهاية الكلام، الدنيا ما هي إلا إيه؟ ممر. فمن ظلم وقتل حقه عند من؟ الله. ومن ظلم وصبر مكانه فين؟ مكانه في الجنة. إنما يمد الله للظالمين مدا حتى إذا أخذهم أخذ عزيز إيه؟ أخذ عزيز مقتدر. صليتوا على الحبيب المصطفى. بس إحنا علينا نعمل إيه طيب؟ اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. إيه هذا يا جماعة الخير؟ واحد من التابعين اسمه إيه؟ عطاء ابن أبي ميمونة، تلميذ من سيدنا عطاء ده؟ تلميذ سيدنا أنس ابن مالك. وقصته وأحداثها طويلة جدا، إلا أني أكتفي بما قلت حتى لا أطيل على حضراتكم. هو سيدنا أنس ومعه واحد من الغلمان بياخدوا مع سيدنا النبي المية، وإيه؟ إيه بقى العنزة؟ وليه بياخدها معاه حضرة النبي؟ آخر حاجة هنجاوب عليها بسرعة. أما العنزة فهي عصا. العنزة دي طلعت إيه في الآخر؟ عصا لها سنان مدببة من قدام كده، أقصر من الرمح، أقصر من الرمح، ما هيش رمح، ولكن عصا مدببة من فوق كده، تمام. وقد جاء في طبقات ابن سعد أن هذه العنزة أرسلها له النجاشي عظيم الحبشة هدية لرسول الله. أرسلها مين لسيدنا النبي؟
النجاش، عشان كده يقولوا عليها ايه، آلة من آلات الحرب الحبشية، عصايا مدببة من قدام أقصر من الرمح شوية، أقصر شوية من الرمح. دي هدية من مين؟ جت لسيدنا النبي، جت للنجاشي. فكانت عادة أنس بن مالك والغلمان اللي معاه يروحوا ورا سيدنا النبي وهو رايح يقضي حاجته، وياخدوا معاه ايه، ياخدوا معاهم ايه، ياخدوا معاهم العنزة وياخدوا معاهم مية ليستنجي النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا فاهم إن هم ياخدوا معاهم المية، مفهومة دي، طب ياخدوا العنزة عشان ايه؟ العلماء قعدوا يفكروا، طب انتوا واخدين متخيلين معايا العنزة دي شكلها ايه؟ عصاية كبيرة كده كده اهو، ومدببة من قدام عاملة زي الرمح كده، طب دي بياخدها مع علي عليه الصلاة والسلام. قال لك فسر العلماء هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بخمس حكم. كم حكمة؟ هقول أنا الخمس حكم بسرعة مش هطول، خلاص احنا بنخلص اهو. الحكمة الأولى، قالوا كان يأخذها صلى الله عليه وسلم ليستتر خلفها وهو يقضي حاجته. بس دي عصاية، انت واخد بالك دي ايه؟ والعصايا هتستر ايه يعني، صح ولا لا؟ فقالوا الحكمة الاولانية دي ممكن تطلع في شنك، لا ما كانش بياخدها علشان يستتر خلفها. فاللي اعترضوا قالوا له لا انتوا بتقولوا ايه، العصا دي ما تسترش حاجة يعني. فقال له، فاللي قالوا الرأي ده قالوا لا، فهو ما كانش بيستتر خلف العصا، انما كان يزرع العصا في الارض ويضع عليها ثيابا فتبقى عاملة زي الايه، عاملة زي الستارة فيستتر خلفها صلى الله عليه وسلم. تبقى الحكمة رقم واحد ايه، ها، قريبة من الصح بس مش، ما هياش الصح يا راجل، ما هياش الصح، لان انا هقول لك الخمس حكم، هجيب لك الحكمة الصحيحة رقم كام، رقم خمسة، عشان تصبر بس وتحبق وتسمع الخمس حكم. وفي رقم خمسة رسالة بقى، ايه الفايدة من الحديث ده كله اصلا ونحن في كتاب الوضوء، ايه الفايدة؟ هي في الحكمة رقم كام، رقم خمسة. يا جماعة، حلم الله على الظالمين أورد المظلومين جنة عرضها السماوات والأرض، فاللهم اكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين. الحكمة الأولانية إيه يا أخوانا؟ إن هم كانوا بياخد معاه الإيه؟ العنزة. إيه الحكمة الأولانية؟ أنه كان يستتر خلفها، لا بيحط ثياب ويستتر صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قدحوا زناد فكرهم، قالوا لا لا لا، الموضوع مش كده. قالوا ما الموضوع ايه؟ قالوا في يعني حكمة رقم اثنين، قلنا لهم قولوا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء، فاكرين قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، فكان يزرع العنزة في الأرض ثم يقضي حاجته، فتكون العنزة علامة وإشارة محدش يقرب من الموضع اللي هناك، كده ولا لا؟ أهي في إشارة مزروعة في الأرض. يا جماعة، الحمامات في القطر وفي الطيارة وفي وسائل المواصلات وفي المساجد، بص على المسجد مكتوب هناك ايه؟ الوضوء. اي عاقل يعرف ان اللي هناك ده ايه؟ مكان الوضوء. طيب وفي القطر مكتوب عليه الايه؟ الدبليو سي. انت مش معايا عم ابو يحيى، والله انت لسه قديم ولا ايه؟ بيبقى مكتوب عليه الايه؟ فكأن العنزة اللي بيزرعها سيدنا النبي في الارض دي عبارة عن كلمة الايه؟ الدبليو سي. يا اخوانا ما حدش يقرب من هنا، اصله في هنا ايه؟ في هنا علامة واضحة جدا، او سيدنا النبي بياخد العنزة معاه عشان ما حدش يقرب من المكان ده. ادي الحكمة رقم كام. يبقى هذا المكان يجب ان يكون مميز ولا لا؟ يعني ينفع الحمام يبقى مفتوح على اوضه النوم؟ ها، لا ما ينفعش يبقى مفتوح على اوضه النوم. ها، لا لا، يعني مش مفتوح، يعني اقول لك ايه؟ طيب يعني الله، اقول لك ايه؟ طيب ما ده بيقول الفنادق دلوقتي والباب تفتح تخش اوضه لكن في باب فاصل من الموضوع ومعروف ان ده الايه، الدبليو سي، وتروح في الاماكن العامه تلاقي وومن ولا ما اعرفش ايه كده نساء، وتلاقي ده ايه، رجال. الله، لازم كده. صدق سيدنا النبي اول واحد عمل كده، هو لما راح يقضي حاجته في الصحراء عمل ايه؟ عمل علامه. العلامه دي كانت بايه؟ بالعنزه. المكان ده يا جماعه ما حدش يقرب ايه، يقرب منه. دي الحكمه رقم كام؟ تنفع الحكمه دي ولا ما تنفعش؟ تنفع، تمشي يعني قريبه من الصح بس مش هي الصح. امال ايه الصح يا عم الشيخ؟ قال لك صل على النبي، قلت اللهم صل عليه. قال لك اصل حضره النبي كما جاء في الحديث الاول من سنن ابي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قصد الخلاء ابعد. يا حبيبي، كان اذا قصد الخلاء ايه؟ ابعد. ابعد يعني ايه؟ ماشي مكان بعيد قوي. فكان ياخذ معه العنزه ليحتمي بها من دواب الصحراء ووحوشها. ما هو ما دام بيبعد بعيد يبقى معاه ايه؟
العنز لو اي تعبان ولا اي اسد ولا اي حاجه يبقى يعمل ايه؟ يبقى يدافع عن نفسه. بس تصدق برضو يعني حكمه قريبه من الصواب صح. لكن انا بسالك سؤال، هل يخشى على رسول الله من احد؟ ولا دبه ولا تعبان ولا عفريت ازرع حتى؟ ده ربما كانت الدواب تشم رائحته صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكمه دي برضو ايه يعني مش قد كده. احنا قلنا كم حكمه لغايه دلوقتي؟ لا انتوا كلتوا عليا اثنين، انا قلت الخمسه. لا 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 قلت انتوا كلتوا، انتوا باين عليكم سرحانين ولا ايه؟ طب اول حكمه ايه؟ يستتروا بها. الحكمه الثانيه ايه؟ علامه دبليو سي. ثلاثه ايه؟ يتقي بها دواب الصحراء ووحوش الصحراء. رقم أربعة قال لك لا دي نفع يا خم يا عم الحاج ولا دي نفع ولا أي حاجة. أمال إيه؟ قالوا لأن الصحراء أرض يابسة قوية، فكان يأخذ معه العنزة يحفر بسنها مكانا في الأرض ليقضي فيه حاجته صلى الله عليه وسلم. برضو حاجة جميلة دي، قريبة برضو حلوة دي، عشان يحفر كده حفرة علشان. لكن هذا يكون صوابا لولا ايه؟ لولا ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من خواصه التي خصه الله بها. دي مش لاي حد تاني من البشر يا جماعه، ولا لاي نبي ولا لاي رسول ولا لاي حد. ها هو الحكمه رقم اربعه كانت ايه؟ بس عشان اقول لك الخاصيه وتوصل لحضرتك، ان هو بيعمل ايه؟ يحفر حفره براس العنزه المدببه علشان يعني يقضي فيها حاجته صلى الله عليه وسلم. قال لك لا، ما انت مش اخد بالك، ما انت لازم تقرا السنه كلها على بعضها. قلت له ايه يعني؟ قال لي لا لا لا، ما هو ورد وثبت من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الارض تبتلع ما يخرج منه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم الارض بتعمل ايه؟ تبتلع ما يخرج منه، لا يرى وراءه اثر عليه الصلاه والسلام. ها ايوه احاديث وليس حديثا واحدا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الارض تبتلع ما يخرج منه. يبقى هو محتاج بالعنزه يعمل يحفر حفره كده؟ محتاج. طب امال ايه الحكمه بقى؟ لا هو استتار ولا هو يستند بها من الدواب الصحراء ولا هو، امال ايه الحكمه؟ قال لك الحكمه رقم خمسه هي الرساله من هذا الحديث. هي الرساله من هذا الحديث. ايه بقى الحكمة رقم خمسة؟ قال لك لأنه من عادته صلى الله عليه وسلم التي اقتدى فيها ببلال. أنا آسف إن أنا أقول كده، اقتدى فيها بمين؟ أصله أول واحد عملها مين؟ بلال بن رباح. إيه الحكاية؟ ما هو سيدنا النبي لما دخل الجنة في رحلة المعراج لما عاد قال يا بلال، هو أنت بتعمل إيه يا بلال؟ قال له ليه يا سيدنا النبي؟ قال له أنا سمعت صوتا عليك فين؟ في الجنة. أنت بتعمل إيه؟ قال له ولا حاجة. قال له لا قول، أنت بتعمل حاجة مهمة. قال له ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. دي أقرها النبي وأصبحت سنة، وأصبحت للنبي عادة، لا يقضي حاجته إلا إذا استنجى بالماء. فإذا استنجى بالماء يعمل إيه بالماء اللي جابها له أنس؟ يعمل إيه؟ يتوضأ. طب إذا توضأ يعمل إيه؟ يغرز العنزة ويصلي إليها كساتر للمصلي. بياخدها معاه كل الوقت ده عشان يعمل إيه؟ يغرزها كده في الأرض ويعملها إيه؟ كان النبي يصلي خلف السارية، السارية دي العمود بتاع الجامع، يعمل إيه؟ يصلي ورا السارية كده. وكان عبد الله بن عمر يصلي خلف السواري. ليه؟ يقول لأنها ساتر المصلي. ساتر الإيه؟ أتاري سيدنا النبي لا عايز يستتر ولا عايز يحفر في الأرض، ولا هو خايف من دواب الصحراء، ولا هي علامة زي الدبليو سي ولا حاجة. أتاري سيدنا النبي بياخد العنزة معاه علشان يعمل سنة للأمة إلى يوم القيامة. إيه هي؟ حضرتك إذا أحدثت توضأ، عندك وقت بعد ما تتوضأ تعمل إيه؟ صلي ركعتين، فإنها تكون سببا لسماع صوت أقدامك فين؟ في الجنة. الرسالة جاية لغاية فين؟ أيوة يا جماعة، الاستنجاء بالماء يعني من كمال السنة ان انت بعده على طول تعمل ايه؟ تتوضأ. فاذا طب ما عنديش وقت اعمل كده، خلاص ما هو مش فريضة. طب ما عندي وقت اتوضأ وما عنديش وقت اصلي ركعتين، برضه ما هيش فريضة. لكن انا استنجيت ثم توضأت ثم صليت، يكون هذا اكمل الكمال في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا اخوانا العنزة وسر اصطحابها، وكل هذه من الحكم، وهو يعني مقطع من حياة المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ده كان الحديث رقم كام؟
152 في الدرس اللي جاي إن شاء الله نبدأ في الكلام حول الحديث رقم كام؟ 153، وكله في كتاب اسمه كتاب الإيه؟ الوضوء. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى.